نعم السيد السوداني يذهب، إذا كنت عفوا السؤال ما كان واضح، كنت تقصدين السيد السوداني؟ نعم السيد السوداني يعتقد أن الأرضية مهيئة أمامه لولاية ثانية. نعم بشكل واضح وصريح، هو يعتقد جازما وذاهبا بذلك الاعتقاد إلى أبعد ما يمكن تصوره أن ما قدمه من مشاريع خدمية داخل الشارع العراقي وكذلك وجود بعض العوامل المساعدة من تقديم بعض الوظائف وتوزيع قطع الأراضي والاستجابة السريعة لطلبات المتظاهرين لربما تعطيه الأمل والفرصة في أن يحصل على الولاية الثانية، لكنه يتناسى وبشكل كبير العوارض التي يمكن أن تكون داخل الشارع العراقي من الجهات السياسية والزعامات السياسية، بالتالي هو يغفل في بعض الأحيان عن تلك العوارض أو يحاول استقطابها بين الحين والآخر، لكن من الصعوبة أقولها وبصراحة أن يحصل السوداني على ولاية ثانية في ظل ما يحدث من مشاكل داخلية أصلا داخل الإطار وكذلك مشاكل تطرح على الشارع العراقي بين الحين والآخر، غلق المطاعم داخل الشارع العراقي منذ أسابيع أوعز للمواطن بأن السوداني غير قادر على إدارة الملف الأمني، بالتالي وجود عمليات بين الحين والآخر من فصائل وميليشيات مسلحة على بعض المناطق مثل كردستان وكذلك القوات الأمريكية قوات التحالف يوعز المواطن العراقي بأن هذه العملية السياسية تدعم عدة شخصيات، بالتالي من الصعوبة حصوله وبوجود العوارض اللي ذكرناها أن يكون رئيسا للوزراء في المرحلة القادمة وإن نزل لوحده بدون ائتلاف وإن حصل على مقاعد إلا أن العملية السياسية ما زالت توافقية ومحاصصاتية ويتحكم بها أكثر من طرف خصوصا الذين يتحالفون ويتآلفون ما بعد الانتخاب.